في خطوة لتطوير صناعة السياحة وزيادة المشاريع المتعلقة بها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، افتتح معرض الكويت للترفيه والسياحة الأول، والذي يقام برعاية وزارة الإعلام ويعقد في مقر شركة معرض الكويت الدولي بمشرف. نريد أن يشكل الرقم العائد السياحي في الميزانية العامة إن شاء الله خلال السنوات القادمة رقم كبير جدا يعتمد عليه. نريد أن نحقق الحلم الكبير بتحويل قطاع السياحة من قطاع تابع إلى وزارة الإعلام إلى هيئة مستقلة، هيئة عامة معنية بشؤون السياحة بمظلة الوزارات والجهات والشركات التي تعنى بالسياحة وبالمرافق السياحية. التنوع الكبير في الشركات المشاركة دليل على حرص تلك الشركات والجهات المختلفة على صناعة السياحة والترفيه للشباب والعائلات بشكل عام. كل المهرجانات أو كل المشاريع الترفيهية سواء كانت بشكل فردي المشاريع الصغيرة أو الجهات اللي مهتمة في أمور السياحة والترفيه تحت سقف واحد، المعرض بهذا التوجه بهذا الثيم أول مرة يصير، دمجنا الترفيه والسياحة وهما صناعة واحدة بطريقة جدا سلسة، تجد فيها جميع الأنشطة اللي متعلقة سواء كان للشباب أو الأطفال أو للعائلات. المعرض ذا طابع خاص من ناحية التنوع والتميز بجانب احتوائه العديد من المشاركات الشبابية المتعلقة بتنظيم الرحلات في سبيل تشجيعهم ودعمهم كطاقات وطنية ذات حس سياحي ترفيهي. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.